سنرى على اساس ممكن تتغير مع عليهم معاهم هذه الاهداف. سان هوك راح تكون مختلفه، ممكن تروح لفريق من نوعيه اخرى داخل ارضيه المباراه. لنتابع ماذا ممكن ان يكون بسان هوك. نعم سان هوك تنتظرنا مشاهدينا الكرام مباشرة بحدث جيمرز 8 بي ام دبليو اي برعاية سوني اكسبيريا. في كل مكان سوني اكسبيريا وفي كل زمان موجود، ولتكون هنا معانا في البي ام دبليو اي عليك بسوني اكسبيريا. نعم نرحب بكم من خلال هذه القمه العالميه والقمه الاستعراضيه الكبيره المنتظره في اطار اليوم الثاني من منافسات بي ام دبليو اي 2022 افتر بارتي شو داون هنا في محيط الرعب، حيث جماهير الفرق متواجده على أرضية الميدان ومتواجدة أيضا بالأونلاين. فمنذ بداية اليوم الأول لهذه البطولة تؤازر وتشد من أزر فرقها لكي يكون فريقها هو الذي سيروض هذه الكأس الصعبة، فمن سيصل إلى حلم اللقب. انطلاق مباراة سان هوك، هل راح تكون مختلفة ولا لا؟ من البدايات اس تو جي على الأري، ضغط مباشر والأري يغادرون هنا لاس تو جي، نزول مفاجئ والقلاع التركية تصيب الأريت بإزعاج حقيقي، وبيرادايس اليوم تتلون بلون مختلف. إقصاء مبكر وضربة موجعة لفريق الار 8 بعد النزول المفاجئ من فريق الاس 2 جي اي سبورتس هنا بمنطقة بارادايس. 7000 دولار مباشرة من منطقة واحدة و أقل من دقيقتين، أقل من دقيقتين، دقيقة وثلاثين ثانية تقريبا تم القضاء وإقصاء على فريق الار 8 هنا في هذه البداية، ونتمنى التوفيق لهم في المباراة السادسة. وأيضا تنتظركم مشاهدينا الكرام مباراة استعراضية أخيرة اللي راح تكون بعد الست جوالات. مشاهدينا الكرام ننتقل مباشرة إلى فريق الدي دبليو جي، سونغ، فافيان، فورست وأيضا جوني. هنا الجوائز تبين على يمين الشاشة، ألفا 7 متحصل على 65,000 دولار، فالكوز ب 52,000 دولار، وباقي الجوائز مثل ما كانت واضحة. لكن يرجع بنا المخرج إلى إعادة اللقطة اللي كانت بين فريق الار 8، 2 ضد 2، 2 يمين 2 يسار، ما كانت متوقعه يوسف. شوف لماذا انا يعني من ناحيه ممكن على الاقل لحظات ناخذ من وقتك عزيزي المتابع العاشق، اروح بك الى سيناريو هذا الفايت. الاس 2 جي باغته والار 8، وهذه المباغه هي اللي اعطت الافضليه لفريق الاس 2 جي. الار 8 لم يكونوا متوقعين مثل هكذا سيناريو، فهم لم يكونوا مستعدين ممكن بلحظات، لكن بكل تاكيد يعني مبروك على الاس 2 جي هذه الاموال وهذه الجوائز المهمه، فهم يبحثون عن الطريقه المثلى اللي من خلالها يقدرون يحصلون على ارقام، والار 8 ممكن بمباراه قادمه ليتم التعويض. لكن الاس 2 جي بدايه جيده بالنسبه لهذا الفريق، 7000 دولار ومن دون خساره ولا لاعب محلاها من بدايه للقلاع التركيه المتواجده معنا هنا الاس 2 جي. ومن ثم ننتقل الى لاعبين فريق ستال وورت اي سبورتس، بيكا، توب سكري، وايضا اللاعب اكشن المتواجد متواجدين ضغط باتجاه لاعبين فريق البي تي ار المتواجدين ايضا من بعيد. شفنا زوكسي لعب بطريقه رائعه ومختلفه جدا بكراكن الى ان وصل الى المركز الثاني بامتياز حقيقي. نجمه جالكسي وكل الفرق المتواجده ب 44 لاعب بسان هوك، حيث الثقه الكبيره والتفاؤل الكبير والامكانيات الحاضره وهذه الاجواء الغير معتاده من الجميع. هذه المشاركه التي ستسجل وتحفر في أذهان الجماهير وفي أذهان حتى اللاعبين وفي أذهان الجميع المتواجدين وفي أذهاننا نحن كمعلقين وعاملين على هذه البطولة في الرياض. سحر كبير والله، أجواء اللي راح تبقى في ذاكرتنا، اللي راح نبقى دائما نذكرها، دائما نتحدث عن هذا البطولة الكبيرة المقامة خاصة في أراضي عربية. ونجدد الشكر للمملكة العربية السعودية على ترحيبهم وعلى كل المجهودات المقامة من أجل أن يبيضوا صورة العرب
أمام كل العالم نحن قادرين على تنظيم أكبر البطولات على المستوى العالمي بأفضل صورة، وهذا كله واضح معنا. والشيء الجميل أنه إحنا في بطولة على أرض عربي وبإبداع عربي من الفرق. تحدث المدير الفني الخاص بفريق فالكون الأمانة عن شيء جميل، قال زمن أنه إحنا راح نحتك بفرق عالمية، نشارك مع فرق عالمية، ولا فنحن الفرق العالمية وهم من يحتكون معنا. شوف التعبير عن ثقة مدير الفني فريق الفالكون بالريجي العربي وبلاعبينه وبفريقه كيف قاعد يقدم، وحقيقة فانتهى زمن الاحتكاك مع فرق كانت لها وكان إبداعها. اليوم نحن أيضا لنا إبداع ولنا كلام، واليوم إحنا قادرين على المنافسة، والرقم صعب بكل بطولة موجود بها فريق عربي. فهذا الفريق هو رقم صعب بالمشاركات، وليش لا رقم صعب حتى لحمل اللقب ولحمل راية العرب كاملة في كل الأجواء العالمية. وهذه انطلاقتها وين كانت؟ كانت بفوز فريق عربي لأول بطولة إقليمية، كان فريق الار 8 بالضبط ببطولة بي ام بي ال مينا اند ساوث آسيا لحاقا يعني بالنيجا جالكسي. هذا هو اللي خلى الطموح وخلى أمل كبير عند كل الفرق العربية، وبعدها أيضا كان إنجاز عربي بالبطولة العالمية بي أم جي سي النهائيات الكبرى، أين احتل المركز الثالث. فريق الفالكون بالبطولة الرئيسية تحصل على المركز الثاني، حاليا فريق الفالكون متواجد بالمركز الثاني أيضا بهذا الجزء الثاني بالبطولة الاستعراضية. فكل هذا راح يخدم الفرق العربية بشكل كبير، وأيضا ينشر طموح عند الفرق الناشئة أو الفرق القادمة أنها تحاول دائما توصل، تحاول تطور من نفسها وتحتك مع الفرق المحلية من أجل الوصول إلى المستويات العالمية. أنا لو كنت لاعب اليوم وتابع هذا الستريم الخاص ببطولة البي ام دبليو اي مباشرة، لو كانت عندي فكرة 1% أنه أنا ما راح أوصل بهذه البطولة وبفكرة البطولة الاستعراضية بتوزيع الجوائز بهذا الشكل بهذا، راح تدخل المجال مباشرة. قرر أنه خلص أنا هذا الكارير اللي راح أمشي به، هذا الشيء اللي راح أحارب وقاتل من أجل هذا الفيلد اللي راح أتطور به وأكون نجم، وتكون صورتي كصورة دمار ولا صورة باورفول تزين شاشات العالم. فهنا قرابة كم مليون الآن يتابعنا على اللايف، كم مليون بكل ملايين. اللغات ملايين ملايين ملايين، ترى دمار وترى علم المملكة وترى علم العراق ومصر، وهذا شيء محفز وشيء فخورين به جميعا. فهيا بكم وشكرا لكم لاعبين اللي أوصلتونا إلى هذه المرحلة بكل تأكيد لنعود. كل هذا بفضله أكيد، كل هذا بفضل الفرق، كل ما كان فيه أداء من الفرق، كل ما كان فيه تطور ووصول إلى المراتب العالمية يزيد فيه اهتمام، إن كان من الشركات، إن كان من الشركة نفسها، إن كان من ناحية البطولات إلى آخره. مشاهدينا الكرام، نرجع معكم إلى أجواء المباراة. مرت معنا تقريبا 8 دقائق منذ البداية، 11 فريق 44 لاعب على قيد الحياة. فقدنا فريق الار 8 في البداية، النيجما جالاكسي والفالكونز خارج الزون حاليا. الفالكونز قريب جدا من المركز الاول، ولكن حتى فريق الفالكونز عنده لعنة المركز الاول دائما يكون دائماً في المركز الثاني دائما دائما، وهذا شيء ممكن كسر وحاجزه فقط في كأس البي ام بي ال العربي في دوري محترفي العرب، استطاعوا ان يكونون بالمركز الاول، لكن قاعد نشوفهم بالبي ام دبليو اي دائما ما يكونون قريبين من تحصيل اللقب. فهم الان على بعد 26 نقطه، واذا ما مشت ظروف فالكونز مع ظروف سان هوك راح يكون للفالكون شيء كبير بهذه المباراة. 7C ألاتين القاتمين من هناك من دلهي، هذا الفريق اللي يمتلك شعبية كبيرة جدا، اليوم ننتظر منه أداء مختلف، وننتظر منه أيضا أن يقدم شيء لجماهير اللي قاعد تتابع بامتياز. ضغط على جوني فوريست من بعيد، أيضا هنا أمامنا ضغط من سارانج نوك داون، سارانج جيد نوك داون أول، نوك داون ثاني، دي دبليو جي في مهب الريح أمام لاعبين فريق 7C الحاضر. نقصة من ألادين، نوك من ألادين، نهاية من لاعبين فريق 7C على الدي دبليو جي بلاعبين، وتبقى فقط لاعبين
آخرين راح يكونون مصابين بأضرار كبيرة جدا إذا ما تم الانسحاب أو اختيار خطة مختلفة عليه من الشاشة. لكل من يتابع وملتحق بنا حديثا، فهذه الصورة مباشرة من الرياض من الجيمرز 8 من أرض البوليفارد من أرض المملكة العربية السعودية، تتابعون اللاعبين. وهذا واضح أنه ممكن لورد، ممكن لورد يكون أو من راح نلاحظها ممكن بعد لحظات من اللاعب اللي موجود أمامنا على يمين الشاشة اللي موجودة عليه كاميرا نقل الحدث. مافيوسو كاريلو متواجدين أمام لاعبين فريق البي تي آر من طرف الزون الدقيقة 10. يوسف محمد ممكن بأخبار مختلفة لن تكون سارة بكل تأكيد للبي تي آر إذا ما صار ضرر لاعبين فريق الألفا 7 باتجاههم. ميتشيك من منطقة مختلفة، هناك ميتشيك هو صمام أمان الألفا 7، هو اللي يعطيهم كل المعلومات وهو اللي راح يمنع كل التهديدات إذا ما البي تي آر قرروا أو تراودت حتى في أفكارهم أن يتقدموا على لاعبين فريق الألفا 7. إس تو جي لا كلل ولا ملل، الإقصاء الخامس من بداية المباراة. نعم، فريق الإس تو جي انطلاقة قوية جدا في هذه المباراة، والفريق أيضا يطمح في أنه يفوز. شفنا إرادتهم من بداية الجولة، الإقصاء اللي كان مبكر في منطقة بارادايز، هنا الزون يضم المناطق الشمال غربية في هذه البداية، جزء كبير من المياه مما سيصعب مهمات بعض الفرق، وأيضا شفت صعب جدا، شفت الأخير بمنطقة هاتين اللي راح يكون فيها تركيز كبير. فريق السيفن سي هو اللي نشوفه في المكان استراتيجي من ناحية أنه ما عنده حتى فريق يزعجه من الخلف أو شمال غرب، لكن عموما الأمور راح تكون صعبة بالنسبة للفرق. هنا الألفا 7، ألفا 7 بعيدين بمسافة 400 متر، قريبين جدا من فريق البي تي آر. بي تي آر أيضا يفكر في الدخول إلى هذا الزون، بي تي آر يفكر أيضا في نفس الوقت أنه يعرقل مسار فريق الألفا 7. هنا مافيوزو يتخذ المسار رفقة اللاعب ميثيك بهذه الجولة، هل سيتم اصطيادهم؟ جراي إصابة، وأيضا لاعب ثاني من فريق الإس تو جي يغادر على يد البلاي زون، وقريب جدا ايضا لاعب ثالث من فريق الالفا 7، وهنا احتمال كبير يتم اقصاء فريق الاس 2 جي بهذه المباراه. 7 سي مادمان، هل سيكشف لاعب الاس 2 جي اللي متواجد على جهه اليمنى؟ تفجير القارب ادى بهم الى اقصاء وادى بهم الى مغادره ايضا لاعب ثالث هنا في هذه اللحظات، وسيلاس هو العنصر الوحيد المتبقي من تشكيل فريق الاس 2 جي اللي انطلقت بقوه في هذه المباراه، ولكن تعاني كل المعاناه بهذه الجوله. لاعب واحد يحاول ان يؤمن ريفايف للاعبين، هل المهمه راح تكون سهله؟ هل المهمه راح تكون ناجحه هنا في هذه اللحظه مع انه مهمه صعبه جدا؟ جدا، خصوصا هنا الاستمرار والاستماتة من قبل لاعبي فريق ال 7 سي على حماس جي وعلى سيلس اللي تم الضغط عليه من الفا 7، واضح انه اكثر من طرف دخل على الاس 2 جي، والاس 2 جي قريبين من الاقصاء. هو لاعب واحد للاس 2 جي، هو امل واحد للاس 2 جي، وممكن خساره راح تكون للاس 2 جي. فالكون اللي راح يلعبون بسيناريو الباتل هيل، شفنا ليله امس دمار لعب على الباتل هيل بطريقه متميزه وقدر يوصل من خلالها لارقام وارقام جيده، لكن فالكون هنا بالاصابات، لاعبين فريق النجمه جالكسي اصابه مباشره، الفالكون راح يقطعون، راح يتالمون، راح يتضررون، النهايه قريبه ممكن على الفالكون بتواجد لاعبين فريق النجمه جالكسي. شوتجن موجوده والدمار نوك داون من الامير، امير موجود باورفل بالانسحاب، ضغط مباشر من حمودي، نيد هي افضل حل يا حمودي من دون اي نيد، يؤكد الاقصاء باتجاه لاعبين فريق الفالكون. تم الفينش، اصابه مباشره من حمودي على الفالكون، من هناك النيفرالون رؤوف من منطقه مختلفه عن نيجما جالكسي ولا الفالكون بهذه اللحظات. نعم القلوب لا تتحمل فايت عربي، لكن هذا الواقع، هذه مجريات ببجي موبايل، هذه اللعبه وهذه الرياضه، من يفوز سنصفق له، ومن من يخسر سنقول له هارد لك. نيفرالون هي النيد، هي النيد، هي النيد، هي النيد، هي النيد، نيفرالون نيد خرافيه. اصابه ثانيه، حمودي في مهب الريح، روف بالدفاعات، رد
يردد فعل من النيفر لون هو الأروع بتجارة أوف. هو النيفر هو النيفر هو الخطر هو الخطر هو التقدم هو الأمر هو الكلام هو السحر. بهذه اللحظات الصقور تحاول أن تكون ومن يكون خلفكم يا صقور. نيفر لون ينزل نوك داون رؤوف فجأة يتبقى هو اللاعب الأخير. أوه على السيناريو أوي 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 على صعوبة السيناريو اللي قاعد تتم. فالكون يخسر لاعبين, نجمة جالكسي أيضا سيخسر كل اللاعبين إذا ما ديد آيز جايز كانوا واضحين ومركزين. نعم تدخل فريق الديد آيز جايز يؤذي فريق الفالكونز وأيضا فريق النجمة جالكسي. هنا شيفوسير على الجهة اليسرى قريب من باورفول وحتى فريق السيفن سي رغبتهم في الدخول. نيفر الون يغادر ورؤوف آخر المتبقيين من فريق النجمة جالكسي. هل رؤوف سيتمكن من تأمين عملية ريفايف للورد وحمودي ويعود بهم بثلاث لاعبين؟ هنا إعادة لقطة دمار مع اللاعب تورولوف. دمار مع تورولوف وهي كانت الإصابة عن طريق اللاعب دمار من فريق الفالكون وتأكد عليه الإقصاء. ورؤوف يؤمن الريفايف في هذه اللحظة وفريق النجمة جالاكسي سيعود معنا بثلاث لاعبين. نعم النجمة جالاكسي يمرض ولا يموت إلا وأن حمودي يقصى والنجمة يبقى فقط باللاعب لورد وأيضا اللاعب رؤوف. هنا فريق الألفا سيفن قريبين من الرعد. رعد ديشا, ديشا من الجهة اليسرى كاريلو كاشف ديشا. كاريلو يحاول أنه يقصي لاعب ديشا ولكن ديشا يلف على الجهة اليسرى. هرب هرب ديشا هرب يهرب ويحاول أنه يتفادى الإقصاء. وسادات هو ثاني أيضا من الجهة اليمنى. ميتك لا حل لك يا ديشا لما يتواجد فريق الألفا سيفن بهذه المنطقة وخاصة كانوا كاشفين تحركاتهم وعارفين أماكنهم. وهنا أيضا سادات ثاني المصابين من فريق الرعد. هذا هو أثر الزون اللي يكون يضم جزء كبير من المياه. ريكس بتغطية من مسافة بعيدة ولكن ريكس أنت كآخر لاعب والزون يأتيك من الخلف والألفا سيفن من أمامك. لا حل للاعب ريكس إلا أنه يغادر في هذه اللحظات على يد اللاعب ريفو من فريق الألفا سيفن. متبقي معنا 10 فرق شاهدنا في إقصائين رعد وأيضا فريق الأر أيت بي تي آر يلعبون على الأطراف. بي تي آر لم يدخل بعد هذا الفريق إلى السيف زون ولكن استراتيجية واضحة اللعب مع الزون واللعب على الأطراف. ممكن يكون في اشتباك في هذه اللحظات القادمة بين فريق البي تي آر وأيضا فريق السيفن سي. ألادين ينتظر أي كشف, ينتظر أي فريق يقترب منه. ألادين يحاول أنه يكشف الجهة اليمنى, يكشف أيضا المناطق الغربية والشرقية ولكن ينتظر فريق البي تي آر بفارغ الصبر وينتظر أيضا من أجل جيت كيبينج. هنا إصابة على لاعبي فريق الديد آيز جايز باورفول. نيجما جالاكسي عن طريق ديد آيز جايز يغادرون بالمركز العاشر. الله قلت لك ألادين ينتظرهم بفارغ الصبر. ألادين يفاجئ فريق البي تي آر. ألادين يصيب الأول وممكن الثاني وممكن الثالث. الزولا يرحم ليكويد ما عندكش حل إلا أن تقابل اللاعب ألادين وفريق السيفن سي في نفس الوقت. أيضا فايتات بين دي دبليو جي ألفا سيفن يقصيهم ويتبقى بكاريلو وأيضا اللاعب ميتك مصابين وعملية ريفايف تتم من الطرفين في نفس الوقت. الفريق يرجع بكامل العدة والعدد والجماهير تشجع والجماهير بقلب واحد عربي تشجع الجميع وتشجع فرقنا العربية. ولكن في هذه اللحظات شاهدنا في إقصاء الريت وأيضا إقصاء فريق الفالكون وإقصاء فريق النجمة جالاكسي والرعد إي سبورتس. فالكون نعم يغادر هنا اللاعب باورفول عن طريق الديد آيز جايز ومتبقي معنا 8 فرق على قيد الحياة. الزون لا يرحم. مشاهدينا الكرام بي تي آر كيف وصلوا إلى هذه المنطقة مع أنه اللاعب ألادين كان كاشفهم وينتظرهم لكن انتظروا الوقت الصح وتحركهم كان بالمرصاد و وصلوا إلى الزون بطريقة رائعة جدا. ريفو بتحصل على 4 إقصاءات منذ بداية هذه الجولة. فريق الألفا سيفن بـ7 نقاط.
كاملة، ولكن ننتظر النهاية ونحدد من سيتحصل على 10,000 دولار هنا في هذه الجولة ما قبل الأخيرة بخريطة سان هوك. أين التضاريس؟ تبدو صعبة جدا هنا في هذه المباراة. هنا اللاعب سكاوت من فريق السيفن سي يحاول الاشتباك مع الألفا سيفن، ولكن كاريلو بكل هدوء زاحف يتقدم. كاريلو بمحاولة التدخل أي 7 ألفا 7، صعب جدا الدخول إلى الزون من هذه الزون. شلون كامباوندات يوسف؟ أنت تتحدث صعبة. أنه نهاية الزون راح يكونها كلها في منطقة هاتين، يعني كامباوندات، يعني المسألة ما راح تكون سهلة نهائيا على جميع اللاعبين. ألفا 7 كاريلو ريفو والوصول من هنا أيضا لاعبين فريق ديد آيس جايز جوكر وشيفوشر، ضغط على ألفا 7، هل يستطيع سحرة ساو باولو التقدم؟ راقصي سامبا بهذه المباراة يستطيع، يحتاجون كل المرور للدخول الى زومين. تشيكلو اجبير احد لاعبين مافيوسو ساقط على الارض. كالسي من بعيد، كالسي ممكن يسبب ضرر على الفا 7، هو يكون اللاعب صاحب الالم الاكثر على المتصدر وعلى النجم الموجود معنا هو نجم الالفا 7 ريفو من اجل تامين عمل 3-5. هنا ريفو الضغط مباشره على سكاوت، سكاوت بحاله صعبه، سكاوت تحرك واللاعب كالسي امام مرمى كاريلو يجبر اللاعب كالسي على الانسحاب. هنا الفا 7 مره ثانيه 7C مدمان، الضغط على البي تي ار، اخر لاعب من البي تي ار امام نمور الفامباير. نمور راح تجتاح، ممكن تلتهم وتنقض وتفترس لاعبين فريق البي تي ار بالنهايات. ونهايه الزون صعبه، 21 لاعب بهذا الكمباوند. عادت بنا الى ايام البي ام جي سي حيث الصراع اكبر واسرع على تيمبي نيد. الان تيمبي تقدم، الان تيمبي محاول ضغط كالسي على الالفا 7. كاريلو يز نوك داون، نيد بنيد والبادي اظلم، نيد بنيد والضرر اكبر، نيد بنيد والات موجود، نيد بنيد والهند كلها مع لاعبي فريق 7C. هنا المتواجد سارانج وكالسي، هنا المغادره، هنا ضرر اخذ نوك داون غادر لكي ميتشيكا. الفا 7 نعم متواجدين، فاموس فاموس فاموس، الفا 7 قريبين من تحصيل الارقام وكل الارقام. الفا 7 بالاف 16 محلقين بعيدا جدا عن اقرب المنافسين، طائرين ذاهبين باتجاه اللقب ناوي. والسيفن سي هنا متحدين داخلين على الفي تي ار الموجودين داخل كمباوند بهذه اللحظات. سيلوورد ضغط مباشر، ليكويد بحالة صعبة، ليكويد احتار شنو القرار، لاعب يمين ولاعب يسار وضغط من كل اتجاه. ليكويد بحالة صعبة، سارانج نيد 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 نيد، نهاية على الفي تي ار راح تكون قريبة، لابد البوش تدخل سكاوت كسكاوت وكنهاية. اول الداخلين وليكويد من دون حتى فرسيد يرفع ليفل اتش بي، راح الاقصاء راح يكون قريب على ليكويد قريب إلا إذا ما كان تدخل على 7C من فريق آخر. ليكويد احتار، نعم دخول من كل اتجاه، هنا وطوك وانهوك وأقصوك وباتجاه المادمان ذاهبين حتى يعودون بهذا اللاعب بحرب حتين. الله على حرب هاتين هنا في هذه الجولة. ستالوورت إي سبورتس بعد إقصاء اللاعب أكشن يلتحق سكراي أيضا بنوك داون. ستالوورت بمغادرة في ظرف ثواني على أو ديد آيس جايز عفوا يغادر على طريق فريق ستالوورت إي سبورتس. 7C هنا بمحاولة تدخل على اللاعب مافيوزو، مافيوزو يحاول على طريق النيد، أما النيد هذا يؤكد إقصاء على سكراي وبيكا مع توب أيضا. نيد بنيد والبادي أظلم، نيد بنيد بين الطرفين ولكن ولا إقصاء ولا إصابة هنا بين الفريقين. يلا نتابع 7C فامباير بكامل العدة والعدد، فامباير باستراتيجية رائعة بتكتيك ولا أجمل، بتكتيك سيؤديهم إلى 10,000 دولار هنا في هذه المباراة. ولكن 7C أيضا يغتنمون الفرصة بتضاريس المباراة وتضاريس الجولة والمولوتوف من ألادين على فريق الألفا 7. ألفا 7 بالمركز الرابع، وهنا الاشتباك الأخير يجمع ستالوورت. الله يا فلوكي، فلوكي يصيب توب ويؤكد الفينش، فلوكي يصيب توب ويحاول أن يؤكد الإقصاء على فريق ستالوورت إي سبورتس. اشتباك هنا بين الطرفين، بيكا بمحاولة، بيكا يجيب الأول، بيكا ممكن يجيب الثاني، بيكا بوان اتش بي، بيكا صعبة جدا ولكن سراج لا يرحم، سراج يتدخل وهذا هو وقتكم، وقت فريق الفامباير، وقت مناسب للدخول، وقت مناسب للهجوم. إصابة على الأول، إصابة على الثاني، فلوكي يا فلوكي يا فلوكي، شوت جان بالسي بي اس يدخل على سراج ويحاول فلوكي، نعم فلوكي يتقدم من الجهة اليسرى.
فامباير إي سبورتس وينر وينر تشيكن دينر $10,000.